تقوم منظمة الشفق حاليا بتنفيذ حملة لتحصين الأبقار في كافة مناطق شمال غرب سوريا ضد مرض الحمى القلاعية، مرض فيروسي شديد الخطورة وشديد الانتشار. من أهم أعراضه التي تظهر على الحيوانات ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة إلى ظهور القلاعات والتأكلات في الغشاء المخاطي المبطن لتجويف الفم، وكذلك ممكن أن يصيب القناة الهضمية. لا يمكن التعامل معه بتقديم علاج، وإنما علاجات عرضية، يعني نحن ما فينا نعالج الأبقار المصابة بعد حدوث العدوى. لذلك الأصل في الأمر هو تقديم اللقاحات في مرحلة ما قبل الإصابة من أجل منع الإصابة أساساً. شفق تقوم بتنفيذ الحملة من خلال 5 فرق لقاح منتشرة في كامل المناطق التابعة لقطاع إدلب، مكتب إدلب، والذي يشمل محافظة إدلب ومنطقة جبل سمعان التابعة لمحافظة حلب، إضافة إلى زملاء لدينا يعملون في مناطق مكتب عزاز، جرابلس، والباب، وعفرين. الحملة تستهدف جميع رؤوس الأبقار في كل المناطق المحررة بلا استثناء، يكون من يرغب في تلقي هذه الخدمة مجاناً. تقوم الفرق البيطرية بالوصول إلى مكان وجود الرؤوس وتقديم الخدمة بالشكل الأمثل، مع تأمين المتابعة في حال حدوث أي أعراض خفيفة أو سواها، من أجل ضمان الحصول على الخدمة بجودة الأمثل.